مثل ما لاحظتوا اليوم حديثنا عن جامعة القلبة. اليوم معنا بروفيسور أندريه بخعازي، عميد كلية أو عميد أكاديمية الفنون الجميلة قلبة، رح يخبرنا أكثر عن هالموضوع. أهلا وسهلا فيك. فيك شكرا. طبعا فخر لنا الجامعات بلبنان يكونوا على هالمستوى، وفخر لنا يكونوا كمان تلاميذنا عم يتفوقوا بلبنان وبالخارج. خلينا نتعرف شوي على القلبة كأكاديمية. حقيقة القلبة أول شيء هي من أول المدارس التعليم العالي بلبنان، يعني بلشت تأسست 1937، ومن 1940 حازت على المنفعة العامة من الدولة اللبنانية وأصبحت مدرسة وطنية بكلها. وكان الفكرة الأساسية وهي نظرة الله يرحمه أليكسي بطرس اللي هو أسس المدرسة، أنه يكون عندها نظرة تجمع كل الفنون، الفنون الجميلة، مشان هيك انطلقت باسم الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة. وكانت ذات منفعة عام، يعني كان كل شهاداتها بتتاخذ مع وجود ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي يلي بيرافق كل المتخرجين، وتعطى شهادة بذات الوقت من الوزارة ومن الأكاديمية. الأكاديمية سنة 1988 انضمت لجامعة البلمان، كانت وحدة من وحدات اللي أسسوا الجامعة، وهيدي شغلة بنفتخر فيها كثير إنه صار نحن مش بس أكاديمية لبنانية، صرنا ضمن جامعة البلمان اللي بتعرفوها وموجودة. إذا اليوم الأكاديمية الفنون الجميلة بتعطي كرات بالبلمان بشمال هي نفسها؟ نعم، عندنا فرع للقلبة موجود بالأكاديمية، بس ما بتعطي كل الفروع لأنه بتعطي بس كل الاختصاصات، مش كل بتعطي بعض الاختصاصات، وإن شاء الله بالمستقبل نعطي كل شيء، بس بالوقت الحاضر عندنا بس بعض الاختصاصات الموجودة مش كل الاختصاصات. واللي شيء بميز بالبلمند إنه نعطي هونيك باللغة الإنجليزية، بينما بالحرم سن الفيل كل التعليم هو باللغة الفرنسية. أدخلنا عليه هلأ بعض اللغة الإنجليزية، مثلا عندنا هلأ مفتخر هلأ بيحكيك عن كل الفروع والمدارس اللي عندنا. في عندنا مدرسة هلأ التلفزيون، بما أنه أنا بالتلفزيون وهيدي طلعنيها، صرنا حقيقة هالسنة بنكون عم نعيد ثالث سنة اختصاص ضمن الأوديو فيزيول. نحن كان عندنا سينما، اختصاص بالسينما، دخلنا هلأ بالتلفزيون وعطينا اختصاص جديد، هالتلفزيون باللغة الإنجليزية لأنه عندنا امتداد لكل البلاد العربية، مفروض يكون في باللغة الإنجليزية أكثر. الباقي المدارس اللي انعملت، وهذا اللي بدي يميز شوي الأكاديمية، أنه الأكاديمية كان يهمها أيام تخلق سوق العمل، ما كانت بس هيك عم تعطي، كانت هي تخلق سوق عمل. لما فتحت الأكاديمية ما كان في هندسة معمارية، طلعت بالهندسة المعمارية، ما كان في بيعلموا الفن التشكيلي، هي طلعت فن التشكيلي، وأكبر فنانين الأول بلبنان يتخرجوا وتخرجوا كلهم بالأكاديمية. فإذا عندنا فرع العمارة، مدرسة العمارة، عندنا فرع الهندسة الداخلية اللي كمان مميزة، عندنا حد منا الجرافيك ديزاين والإعلانات والبيبليسيتي، عندنا حد منا بعدين الديزاين، هيدي كمان مدرسة صرنا عاملينها متدرسين، هيدي بسموها برودكت ديزاين، يعني كل شيء بيتعلق بالمنتجات، المنتجات وحقيقة عندنا علاقة كثير قوية مع كل المدارس اللي برا، وأنا بحكيك عنهم، بس خليني أقول مدرسة الديزاين، عندنا بعدين حد منا عندنا الاوديو فيزوال قلت لك عنا، عندنا كمان الار فيزوال الرسم والنحت، عندنا كمان انستيتيو دوربانيزم اللي هي تبع التنظيم المدني اللي هي بتخرج تلاميذ بالتنظيم المدني، ودخلنا هلا بفرع جديد هو اربن ديزاين. اربن ديزاين يتعلق اكثر بالهندسه المعماريه. وخلقنا هالسنه وهذا بفخر بقولها مدرسه جديده اسمها فاشن ديزاين اللي هي نحن اول سنه، وهيدي عم نعملها مش بس تكنيك، هيدي عندها 3 سنين بتاخد ليسانس، وبعدين بتاخد بعد سنتين بتاخد ماستر. فاشن ديزاين والتلفزيون اجدد شيء حقيقه. والفاشن ديزاين عندنا اخذناها مع كوتيتيل، مع اشتراك مع مدرسه كامبر ببروكسل، وهيدي شغله كثير مهمه. هيدا اللي بدي ركز عليه شوي، لانه ما بنقول اختصاص جديد بالقلبة ما بيكون مبلش من صفر، بيكون في وراه اكيد فعلا باك جراوند كثير مهم. هيدا اللي بدنا اياه. وبدي اقول شغله ثانيه، يعني انا بيقولوا دائما وهيدي مشهوره انه القلبة الشغل فيها صعب وكذا، كنا عم نحكي قبل شوي، مزبوط
مزبوط في شغل قاسي شوي، مش قاسي بدي اقول في شغل ملتزم اكثر. ايه ملتزم اكثر، وهيدي اللي بيخلي الطلاب يصفوا اكثر معنيين باللي عم يدرسوه ليكون نجاحهم مؤكد ويكونوا لمعين. والنتائج عم تطلع الحمد لله كثير منيحه بالاوديو فيجوال مثلا، بالاخراج بالسينمائي اخذنا كثير جوائز، بالاركيتكتشر اخذنا جوائز، بكل شيء اللي عم نشترك فيه بيكون عندنا. بروفيسور بخعزي دائما يعني هم التلاميذ بس قبل هم الاهل. إيه؟ لوين رايحين هالطلاب لما بيختاروا اختصاصاتهم، واذا فعلا في سوق عمل ان كان بلبنان او هلا بالخارج؟ بطلنا حادين حالنا بلبنان لان صرنا عارفين انه اصلا عم نكون فخورين بطلابنا وين ما كان. حقيقه بدون تبجح طلابنا اغلبيتهم ما عندهم مشكلة بالعمل، يعني بس يتخرجوا دغري بيلاقوا سوق عمل إن كان بلبنان وإن كان بالخليج أو بالسعودية أو حتى بأفريقيا، صار في بعض منهم عم بيشتغلوا وبأوروبا. وبدي أقول شغلة تانية خاصة بتميز الهندسة المعمارية، نحن معترف فينا بنقابة المهندسين المعماريين بفرنسا. بفرنسا نعم. يعني لما يفروح التلميذ أو الطالب المتخرج منا وبيعيش بفرنسا له حق يفوت على نقابة المعماريين ويبدأ العمل كمهندس متخرج من عنده. بقى لأنه عندنا هيدي المشكلة ما موجودة حقيقة بكل الكليات، فيها التواصل بينكم وبين الجامعات بالخارج؟ نظري أكيد عندنا مروحة كبيرة من المدارس أو الكليات المهمين خاصة بالعالم الفرنكوفوني. يعني عندنا من الإيكول دي بوزار، من كمالكي، من فالدوسان، من كل هالمدارس المتخصصة بكل هالفروع، وعندنا تواصل ويعني مثل مش بس بروتوكول اتفاقية، في تبادل بين أساتذة وأساتذة وطلاب وطلاب. كنا شفنا قبل شوي فيديو بيعرفنا أكثر كمان على الجونير بورت أوفرت يلي بتعملوها ويلي كتير مهمة، وقلت لي أنه السنة الأهمية الكبيرة كانت أنه الطلاب كانوا عاملينها. حقيقة هالسنة أنا بدي أقول شغلي وهيدي بيشكروا فيها الطلاب، هن اللي عملوا هالبورت أوفرت، يعني حتى الكونسبشن اللي عملوها هن، عملوا تقطيع لكل مدرسة، هن حطوا مشاريعهم، واللي يميز أكثر كانوا هن مشاركين باستقبال الطلاب اللي جي من المدارس وتفسيرهم شو هي كل مدرسة، وهذا اللي يخلي تواصل كتير حلو بين هالشباب اللي عم يجوا من المدارس بصفوفهم النهائية، عم يستقبلون شباب عم يفسرون شو المهنة وعم يفسرون قديش هني منخرطين فيها. وكان حاطين سنة بسنتا شو الطالب بده يشتغل شو بده يعمل. فعلا هالشي كتير مهم لأنه يعني الطالب مش بس بيكون يعني بده همه الاختصاص أو همه بس والعمل، همه كمان سنواته الجامعية كيف بده يقضيها. أخيرا عرفنا أنه لكن في موقع كمان جديد للجامعة وفي امتداد للمبنى. هيدا حقيقة هيدا العمل اللي أنا نحن عم نركز عليه، عم نعمل هلأ امتداد للأكاديمية. رح يصف الأكاديمية عندها 25 ألف متر عمار، وتقريبا صرنا خالصين مثل ما هلا بتشوفوا بالفيلم الوثائقي. صح يكون عندنا 25 ألف متر عمار، رح يكون في عندنا مساحات متخصصه اكثر للطلاب ليقدروا يفكروا ويبرزوا فنهم، ان كان من ناحيه المعارض او من ناحيه المسرح، يلي عندنا مسرح بياخذ 320 شخص ليقدروا يعملوا كل البرفورمنس يلي بده يعملوه للجامعه. وكمان رح يكون عندنا مكتبه مميزه، مكتبه بتاخذ 1400 متر مربع من كل الكتب اللي بتختص بالمدارس تبعيتنا. ورح يكون في عنا كمان سيليولات، رح يكون في عنا أبحاث بيعملوها الطلاب بالاشتراك مع الأساتذة، وهيدي شغلة كمان نحن عم نركز عليها كتير كتير مهمة. طبعا شفنا على الهواء الارقام يلي فيهم يتصلوا فيها الطلاب، على كل حال ما بتضيع الجامعه وبتصور يمكن حتى الطلاب يلي ما بيكونوا فاتوا على الاربع اكيد زاروا هالصرح المهم عندهم تواصل بطريقه او اخرى معه. انا بشكرك كثير لهالاطلاله وبتمنى انه نضلنا محافظين على هالمستوى، نضلنا محافظين على صوره لبنان الثقافيه والمهنيه بالعالم مش بس بلبنان. بروفيسور أندري بخعازي عميد أكاديمية الفنون الجميلة ألبا، أهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا. يا هلا واقفة هلا ومنرجع منتابع لايف.